السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ربح توداي. جايبين النهاردة موقع استثماري لسه فاتح في ساعته الأولى. نروح على الموقع بتاعه عشان منطولش عليكم. أدي الموقع اهو اسمه جولد اكسس اللي تي دي. نشوف كده خطة الموقع. أول خطة 14% بكل ساعة لمدة 9 ساعات. المينيموم فيه $2 حد أدنى $2 والماكسيموم $10,000. تاني خطة 22% لمدة 7 ساعات بس الحد الأدنى بتاعها عالي شوية $100. تالت خطة 350 بعد يومين الحد الأدنى فيها $5. رابع خطة 1450 بعد 4 أيام. خطة الخامسة 105% يوميا لمدة 4 أيام. خطة الستة 1200 بعد 10 أيام $50 الحد الأدنى. لو دي آلة تقدر تحسب فيها الأرباح. عشان نطلع كده هندوس على نشوف الإحصاءات الأول بتاعته. معلش ده لسه 0 يوم. الأعضاء المسجلين فيه 27، مجموع الإيداعات فيه 153، إجمالي السحب 14.8 سنت، الزوار الأونلاين 236. احنا كده ندوس على ريجستير نسجل. هتكتب الاسم بتاعك، اليوزر نيم، البريد مرة تانية، البنك بتاعك، باسورد وتايت باسورد وسؤال أمان. ندوس على علامة صح. هنسجل ونرجع لكم. اهو كده ملينا كل حاجة. وندوس على التسجيل. كده بيقول لنا بقى لينا حساب في الموقع. لو دوسنا على تسجيل الدخول الان فتح معانا المنظر ده. تكتب هنا اليوزر نيم بتاعك وهنا الباسورد. هتدوس على تسجيل دخول الان بيحمل معاك. اهو ادي الداشبورد بتاعك. ده رابط الاحالة، ده تستغلوه تكسبوا منه مجانا من جروبات تنشروا الموقع يعني. ومتهيألي 7%. لو جينا ندوس على ايداع الان عشان تعمل ايداع في الموقع. اسف النت بس ثواني. هو حلينا مشكلة النت. هندوس على ايداع الان عشان تعمل ايداع في الموقع. هتختار الخطة اللي انت عايزها، تنزل تحت المبلغ وهتختار البنك اللي انت عايزه مثلا الباير. وهندوس على انفك هيجيبنا لصفحة التأكيد. هندوس على عملية عشان تأكد معانا. هيحولنا على الباير، هنختار الدولار وهندوس على كونفيرم وهنكمل ايداع عادي جدا. هنرجع طبعا. بعد ما خلصنا الايداع هندوس على سحب الان عشان تسحب الرصيد بتاعك. اول ما ينزل رصيد طبعا لسه مفيش رصيد في الحساب، مفيش حاجة. هندوس على تحليل الحساب. هتغير في العنوان المحافظ اللي فيه. هو بيسمح ليك انك تغير عادي بعد ما كنت سجلت مثلا بحاجة. يجيب لك هنا اليوزر نيم وتاريخ التسجيل بتاعك واليوزر نيم بتاعك واللافتات. لو انت عندك بلوجر او كده تقدر تحط اللينك ده فيه عشان يظهر الاعلان بتاعهم على السايت بتاعك ويبقى رابط الحالة بتاعتك. ولو دوسنا على خروج عشان نشوف الناس اللي اودعت فيه برا. نزلنا كده تحت ثانية وبيحمل معانا. هو مش جايب الناس اللي بس المهم يعني الحالة 10% مش 7 زي ما قلنا في اول فيديو. كده خلصنا شرح الموقع. لو عندك اي استفسار سيب لنا في الكومنتات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.